السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بشرح آيات من سورة الكهف بعنوان صاحب الجنتين. سنبدأ بشرح الآيات من 32 إلى 34. قال تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بداية سنبدأ بذكر الكلمة ودلالتها اللغوية أي معناها، وبعد ذلك ننتقل إلى مادتها اللغوية أي جذرها اللغوي. اضرب بمعنى أعطي، جذرها ضربة. جنتين بمعنى بستانين، مادتها اللغوية أو جذرها اللغوي جنيا. حففناهما، أحطناهما من حففة. آتت أكلها بمعنى نضج ثمرها، نأخذ آتت من أتي جذرها وأكلها من أكلة. فجرنا أي بمعنى شققنا، وجذرها اللغوي أو مادة اللغوية من فجر. تظلم بمعنى تنقص من ظلمة. خلالهما بينهما أعز أي بمعنى أرفع قدرا من عزة. ونفرا قبيلة وأعوان من نفر. شرح الآية 32. يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، حيث يفتخر عليهم بأموالهم وأحسابهم: فضرب لهم مثلا رجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحاطة بالزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود. استخرج من الآيات القرآنية السابقة فعل أمر اضرب بدلا رجلين من مثلا أي قدوة وعبرة هذان الرجلان، مثنى جنتين، فعلا ماضيا مبنيا على السكون، حففناهما ظرف مكان بين. الآن سننتقل إلى شرح الآية 33. ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها أي بمعنى نضج ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا أي الأنهار تنشق فيهما، حيث أنعم الله عليه بأتم النعم وبالمزروعات والأنهار. استخرج من الآية القرآنية السابقة فعلا مضارعا مجزوما لم تظلم، فعلا متعديا جعلنا. أعربي كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر وهو مضاف. والآن ننتقل إلى شرح آية 34. يبدأ الحوار بين صاحب الجنتين والرجل الفقير، حيث يفخر صاحب الجنتين بماله وجاهه وعزه، مختالا عليه بما أعطاه الله، منكرا فضل ربه عليه. استخرج من الآية القرآنية السابقة اسم كان مؤخر، ثمر، خبر كان مقدم له، وتأتي هنا شبه جملة، اسم تفضيل أعز وأكثر، تمييزا مالا ونفرا، خبرا نوعه جملة فعلية يحاوره، جملة اسمية في محل نصب حال وهو يحاوره، واسما معطوفا أعز. وهنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح أول ثلاث آيات من سورة الكهف.